إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. Imagine a man that has memorized all these books of hadith and more. A man who's memorized the Quran as a young boy and went on to master all the 10 different recitations of the Quran. A master of all the branches of Islamic sciences, including the science of the Quran, hadith, the Arabic language, jurisprudence, logic, rhetoric, Islamic history, and Arabic poetry. He is what many have called the most knowledgeable Muslim scholar on the face of the planet today. You might have not heard of him, but you can bet your chances that he's your favorite scholar's favorite scholar. His name is Sheikh Muhammad Al-Hassan Weldeddedo. Hailing from the land of Mauritania, I had the absolute honor and privilege to sit with him in Sydney, Australia, to ask him some of the questions that Muslims in the West are struggling to answer. I was left in awe, and this is one interview that I'll never forget. To give you an insight of his caliber, this is him narrating a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, mentioning every single person in the chain of narration between him and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه الشمس العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Remarkable. And just a quick note, if you enjoy the content that OnePath Network produces, please consider supporting us. Your contributions go a long way in allowing us to create quality content for the world. Enjoy the interview. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Fadilati Sheikh. It's an absolute honor to have you with us today. Wa iyyakum akramakum Allah, hafizakum wa ra'akum, wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Living in the West, we have many different groups and people from different leanings. How do we achieve unity in an ever divided Muslim community? Amma ba'du fa inna al-ikhtilaf daruratun fi al-insan fala yumkinu an yakuna kull insan nuskhatan tibqa al-asl min insan akhar. فالعقول متفاوتة والتخصصات متفاوتة وطبيعة الإنسان متفاوتة، لكن المهم هو تدبير هذا الخلاف وتدبيره بحيث لا يؤدي إلى التعصب، إنما يكون بالخلق. فلو اختلفت المذاهب واختلفت الجماعات واختلفت الطوائف، لكن كانوا جميعا على خلق الإسلام، فلا إشكال حينئذ، لن يقع بينهم التناقض ولن يقع بينهم المشكلات التي تحصل الآن. لا بد من تركيز الأخلاق الإسلامية التي تقتضي الصدق والأمانة، وتقتضي في حال حصول خلاف بيننا أن نسعى للإصلاح، فقد أمر الله بالإصلاح بين أي طائفتين من المسلمين اختلفتها ثلاث مرات، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، نمبر ون، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، نمبر 2، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا، نمبر 3، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا حصلت الأخلاق ولم يقع ما كان من صفات المنافقين التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. What is the scope for أهل السنة and does it cater for all the creeds? بالنسبة للسنة
تطلق باختلاف العلم الذي تطلق فيه. فالسنة عند أهل الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي مما سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. وهي عند الفقهاء صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو هي ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ وواظب عليه وحض عليه ودل الدليل على عدم وجوبه. والسنة عند أهل العقائد تطلق إطلاقين على مقابل الشيعة، فيكون هذا سني وهذا شيعي، هذا إطلاق. الإطلاق الثاني هي التمسك بالهدي الأول والالتزام بمرجعية السنة، يكون الإنسان يرجع إلى سنة رسول الله كما يرجع إلى القرآن، وهذا يشمل أهل السنة جميعا وهم معروفون. فمن كان مؤمنا بالقرآن كله ومؤمنا بأنه كلام الله غير مخلوق ومؤمن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن كل ما قاله فهو حق وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو من أهل السنة. يتفاوتون في الصدق والكذب وفي مستوى الإيمان وفي مستوى الصواب والخطأ، وهذا ضروري عادي. فأهل السنة في الفقه مثلا في مذاهب، في المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الظاهري، هذه كلها مذاهب أهل السنة، ولهم مذاهب أخرى أكثر من هذا. في العقائد كذلك لهم مذاهب، لأن لديهم مذهب السلف الأولين وهو قراءة القرآن والسنة والتفكر في عجائب خلق الله مع عدم شرح شيء من ذلك وعدم تأويله، تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، يقال هذا كلام الله آمنا بما جاء به رسول الله من عند الله وهو صدق وحق كله ولا نفصل في شيء منه. هذا مذهب السلف الأولين. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة وأهل الحديث، وهو أن يقولوا في ما أشكل إنه صفة، ما جاء في القرآن أو في السنة وصح صحيح، ولكن يشكل على العقل، يرون أنه صفة، مثل الوجه، مثل اليد، مثل العين، مثل الشخص، مثل الجنب، مثل الأصابع، مثل الساق، مثل القدم. هذه أمور أثبتت لله جل جلاله، بعضها بالقرآن وبعضها بالسنة. فالحنابلة وأهل الحديث يقولون هذه صفات لله، وليس هذا مذهب السلف كما يزعم الناس اليوم، لأن السلف ما قالوا ذلك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله أحد من الصحابة ولا قاله أحد من التابعين، ما قالوا إن الوجه صفة ولا إن اليد صفة ولا إن العين صفة أبدا. هذا هو تأويل عام، هو شبه تأويل عام، فهو مذهب من مذاهب أهل السنة. المذهب الثالث هو مذهب الأشاعرة، والمذهب الرابع مذهب الماتريدية، وهم الذين يؤولون مثل هذه أو يفوضون فيها، ولهم مسائل أخرى اختلفوا فيها. تقريبا بين الحنابلة والأشاعرة مسائل 24 مسألة اختلفوا فيها، بين الأشاعرة والماتريدية كذلك مسائل اختلفوا فيها كثيرة تقترب من هذا العدد أو هي 24 أيضا، وهكذا. And they are all from أهل السنة والجماعة؟ كلهم من أهل السنة. أما الجماعة فمعناه الذين يبايعون الخليفة، وهذا غير موجود اليوم. اليوم لا توجد جماعة، يوجد أهل السنة، أما الجماعة ما توجد اليوم إلا كل جماعة وحدها. اليوم في كثير من الجماعات وليس في جماعة واحدة للمسلمين، لكن إذا كان في خلافة مثل أيام بني أمية مثلا، كان فيه خوارج وفيه شيعة وفيه بعض الذين تغلبوا على مناطق معينة، لكن فيه خليفة ومعه جمهور المسلمين، فكانوا يسمون أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت. كذلك في أيام العباسيين، في أيام الدولة العثمانية فيها أهل السنة والجماعة، لكن في زماننا هذا اليوم فيها أهل السنة، لكن جماعة في جماعات كثيرة ما في جماعة واحدة. طيب، who are the saved sect؟ النجاة ليس متعلقا بفرقة، وإنما هو متعلق بفرد، فلا تبعث فرقة يوم القيامة. يوم القيامة يبعث له الناس فرادا، فالله قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون،
وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وقال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينشيه وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فلا يبعث الناس فرقا ولا دولا ولا مذاهب إنما يبعثون أفرادا كلهم آتيه يوم القيامة فردا فالشخص نفسه يحاسب فإذا نجا الله لا يظلم الناس شيئا فهو ناجي هذا الشخص ناجي إذا لم ينجو فمعناه أن عمله هو الذي أوبقه ولذلك في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وحديث الفرقة الناجية حديث الفرقة هذا الحديث له روايات كثيرة ولا تصح منها رواية واحدة ما في رواية واحدة صحيحة 100% إنما يصحح بعموم الطرق وعموم الطرق تقتضي صحة أصله لا صحة أطرافه لا صحة كل جملة منه الحديث جاء في طرق كثيرة جدا وألفاظ متعددة لكن ما جاء منه بإثبات أن النصارى أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة وأن النصارى افترقوا إلى 72 فرقة وأن المسلمين سيفترقون إلى 73 فرقة هذا الحد صحيح لأنه تتفق عليه جمهور الروايات أما كلها في النار إلا واحدة أو كلها في الجنة إلا واحدة أو ما من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي أو نحو ذلك فهذا لا يصح لأنه ما انفردت رواية منه بالصحة وحدها ولا يمكن أن نصحح رواية بما يخالفها There is a phenomenon called cancel culture whereby if someone says something that is unpopular or contradicts popular culture they are cancelled. Is this appropriate to be used for scholars who may project an opinion that's unpopular or unheard of? بالنسبة للسياسة الإلغاء أو موقف الإلغاء مخالف لمبدأ العدل والعدل به قامة السماوات والأرض وأمرنا الله به فالله يقول وإذا قلتم فاعدلوا ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولذلك من العدل ألا تمحو السيئات الحسنات السيئات لا يمكن أن تمحو الحسنات الحسنات تمحو السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات لكن السيئات لا تذهب الحسنات سبحان الله ولذلك فإن الله تعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة كل أحد حتى لو كان فرعون أو كان أبا جهل أو كان أي كافر يجعل الميزان بين يديه له كفتان ولسان فيوزن في الكفة اليمنى حسناته وفي الكفة اليسرى سيئاته طبعا من كان مشركا بالله أو كافرا به ستتحول حسناته إلى هباء ما ينفع ما له وزن في الميزان ولذلك قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ونحن لسنا مكلفين بالوزن أعمال الناس ولا بأي صفة من صفات الربوبية نحن عبيد ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية والذي يريد إلغاء الإنسان إذا أخطأ سيلغي نفسه هو غير معصوم ولكنه يكتم أخطأه وكل له أخطاء
الذي لا يخطئ هو المعصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يخطئ، لكن هو الوحيد في هذه الأمة الذي لا يخطئ. كل من سواه له أخطاء، أبو بكر، عمر، كل أحد من هذه الأمة له أخطاء، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده والذي لا يسع أحدا أن يخالفه. كل من سواه لك الحق أن تختلف معه في اجتهاداته وأموره العقلية. Living in a non-Muslim country, what should our contribution to society look like? And what about political participation? Is this something permitted Islamically? مشاركة سياسية مطلوبة شرعا وليست مقبولة، فهي حق لك أن تعبر عن رأيك وأن تختار الأسلوب الذي تحكم به وأن تختار من يحكمك، ومخالفة ذلك عبارة عن السلبية. السلبية وصف ذميم، لأن من لا يشارك بها سيكون ملغا على الهامش ويتحكم فيه غيره، ويمكن أن يتحكم في اعتقاده واقتصاده وبصحته، ويمكن أن يشرع له ما شاء. فلذلك هذا يتعين على المسلمين المشاركة السياسية في مثل هذه الحالة. Even if it's a democratic system. نعم، حتى لو كان النظام ديمقراطيا يشاركون بحسب ما يرفع عنهم الضر ويجلبونهم المصلحة. الله هو الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الفاسقون. لكن قال هذا في سياق معين وليس قاعدة منفصلة، لم تأتي سورة كاملة من عند الله فيها فقط ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون. هذا عطف على سياق ورد، وهو أن اليهود بدلوا الشرع المنزل إليهم بالتوراة، وكل من بدل شرع الله سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى فهو كافر، لأنه جاءه وحي من عند الله وألغاه غيره، وهو ظالم للناس لأن شرع الله هو العدل وهو حق الناس، وهو فاسق خارج من الطاعة بذلك. فهذا التغيير تقريبا ثلاث درجات. الدرجة الأولى كفر بالكلية، وهي أنك تأخذ حكم الله وتستبدله بحكم آخر من عند نفسك. والدرجة الثانية هي أن تقول هذا الحكم من عند الله أصلا. لا، هذه أقصد هي الأولى، تقول هذا الحكم الذي ينتجه عقلي أنا هو من عند الله، وما هو من عند الله. هذه أعلى الدرجات في الكفر. الثانية أن تأتي أنت بتشريع وتقول هذا خير مما جاء من عند الله، هذه التي تليها في الكفر. الدرجة الثالثة تقول لا، حكم الله صحيح هو كذا، ولكن نحن لا نطبقه بل نعطله ونعمل بغيره عمدا، نخالف أمر الله. فهذا هو المقصود. لكن بالنسبة للتشريع في البرلمانات، البرلمانات لا يمكن أن تشرع لنا عقيدة ولا عبادة، وإنما تتعلق بالمعاملات، وهذه المعاملات لا بد أن تكون أيضا بالنسبة للمسلمين، تعامل المسلمين مضبوط بالتعامل الشرعي. فلو أحل البرلمان الربا لا يحل ذلك للمسلمين أن يتعامل بالربا، لو أحل الزنا لا يحل ذلك للمسلم الزنا، لو أحل شرب الخمر لا يحل ذلك للمسلمين شرب الخمر. لكن لو جعل قطع إشارة المرور محرمة يتقيد المسلم بذلك، لا يقطع إشارة المرور الحمراء. لو جعل الوقوف على الرصيف في مكان معين ممنوعا يجب على المسلم أن يتقيد بذلك ولا يقف على الرصيف. لو جعل رفع الأسعار على الناس أو تزوير العملة أو تغيير تاريخ البضاعة أو تزوير الماركة التجارية محرما ويرتب عليه عقوبة قانونية يجب على المسلم أن يتقيد بهذا. لو جعل تحديد الراتب على المهنة له مثلا حد أدنى للرواتب وحد أعلى للرواتب أو تنظيم الرواتب أو ما يتعلق بالخدمات والوظائف وأسلاك الناس فيها، التقدمات في الوظيفة والعمل أو حتى الشهادات ومعادلتها واعتبارها، هذا التشريع لا حرج فيه والمسلم يعمل به كما يأخذ به غيره. Sheikh, what about cultural norms? Many Muslims living in the West have adapted to the culture of the society that they live in, including clothes and norms. What are your thoughts on that? Muslims يميزون أنفسهم باعتقادهم وعبادتهم.
أما بالنسبة للباس فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وأهلها مشركون، فلم يتميز هو ولا المسلمون معه باللباس عن أهل مكة. جاء إلى المدينة فيها اليهود وفيها المنافقون وفيها المشركون وفيها المسلمون، ما كانوا يتميزون بملابسه. فهذا أمر ينظر فيه فقط إلى هذا الأمر، هل هو مباح؟ مثلا هل هذا اللباس يجوز لبسه؟ اللباس الذي لا يستر العورة لا يجوز لبسه. اللباس الذي هو من حرير، لا حرير دود القز، لا يحل للمسلم لبسه. اللباس الذي يقتضي أن يكون تمييزا لأهل دين معين، لبس الصليب أو لباس الرهبان المخصوص، لا يجوز للمسلم لبسه. لكن ما سوى ذلك لا ليس للمسلمين لباس معين. أنت تلبس الآن ثوب يختلف عن الثوب الذي ألبسه أنا، ولا يلزمني أن ألبس مثل ثوبك ولا يلزمك أن تلبس مثل ثوبي. This is him answering the controversial question about gender politics in the West. هذه أمور ميزها الشرع وبينها. فالحركة النسوية مخالفة لكل الأديان، ليست للإسلام وحده، جميع الأديان والفطرة تخالفها الحركة النسوية، كما أنها يخالفها الجندر أيضا. ولذلك الله جعل الإنسان من ذكر وأنثى، وكل له خصائص فسيولوجية وله دور في المجتمع وله تكاليف وله واجبات وله حقوق، ولا يمكن أن يقع الاندماج، لا يمكن أن نجعل الذكر أنثى ونجعل الأنثى ذكرا. ولذلك لا بد أن ننظر إلى القدر المتفق عليه، كم مضى من عمر البشرية؟ عمر البشرية هو التاريخ المضى الذي مضى، والذي بقي من الدنيا شيء بسيط جدا. فلا يمكن أن نغير البشر كلهم ونصنعهم صناعة جديدة، كما أننا لا يمكن أن نستنسخ الآن الإنسان نجعله هو الإنسان الأبيض فقط أو الإنسان الأسود فقط أو الإنسان الذكر فقط أو الإنسان الأنثى فقط، أو نجعله هو الإنسان الجميل فقط أو الذي طوله متراني فقط أو الذي يتصف بمواصفات معينة، فنتحكم في الجينات الوراثية وغيرها حتى يكون الإنسان على هذا الشكل. لا، هذا تغيير خلق الله حرام ولا غير مقبول بحال من الأحوال. ولذلك يجب على النساء المسلمات في أي بيئة أن يحافظن على دينهن وعلى تعاليم شرعهن، وأن يأخذن ما أعطاهن الله، وأن لا يتطلبن ما لم يعطهن الله من الحقوق، فلهن حقوق أعطاهن الله إياها، هذه الحقوق محفوظة ويجب أداؤها إليهن، ولا يحل ظلمهن. الشارع من أعظم ما حرمه الظلم، وقد حرمه الله على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن ليس للمرأة أن تطالب بحقوق لم يعطيها الشارع إياها، مثل المساواة في الإرث، المساواة في الوظيفة، في العمل. هذه أمور لا يمكن أن تطالب بها المرأة. وكذلك الرجل لا يطالب أيضا بحقوق المرأة، يطالب بالإرضاع أن يكون هو مرضعا، أو يطالب بأمور من خصوصيات المرأة، لا لا يمكن. Sheikh, moonsighting in the West is an issue that shows very clearly the divisions that exist in the Muslim community. Even some masajid and people within the same families celebrate Eid on different days. How can we unite? How can we unite this ummah on this particular matter? بالنسبة للتوحيد المسلمين مطلوب، وبالأخص في الشعائر الدينية مثل الصيام والإفطار وغير ذلك، ومثل ذلك أوقات الصلاة. لكن في مسائل اجتهادية فيها اجتهاد، حينئذ الأصل أن يأخذ أهل كل بلد في الشعائر الكبرى بمذهب واحد من تلك المذاهب. فمثلا قضية أعمال الفلك، علم الفلك، علم الحساب الفلكي، هذا علم من العلوم. هذا العلم فيه حقائق علمية ثابتة، وفيه نظريات علمية ما زالت خاضعة للتجربة، وفيه فروض علمية عند بعض الناس يرى يقتنع بها بعض الناس دون بعض، ولا يمكن أن نساوي بينها. فالحقائق العلمية إذا تحققت نأخذ بها، مثل أنت الآن تأخذ بوقت الزوال، وقت العصر، وقت دخول وقت العشاء، وقت دخول وقت الفجر تبعا للحساب. ما الفرق بين الصلاة والصيام؟ ما الفرق بين الحساب المتعلق بالشمس والحساب المتعلق بالقمر؟
لا فرق من ناحية الحكم. فلذلك العمل بالحساب فيما يتعلق بدخول الهلال وميلاده، الحساب لا يستطيع أن يثبت لنا أن الهلال رئ، أن الرؤية البشرية حصلت. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحساب يمكن أن يثبت لنا أن الهلال ولد وأنه يمكن رؤيته، والإمكان ليس هو الوقوع. الحساب يمكن أن يثبت به الإمكان فقط وليس الوقوع. فلذلك الراجح في هذا الأمر أن الحساب يستعمل في النفي لا في الإثبات. إذا ثبت في الحساب أن الهلال لم يولد أصلا وادعى أحد أنه رآه لا نصدقه ونكذبه، لكن إذا ثبت في الحساب أن الهلال ولد ليس معنى ذلك أنه رئ، فننتظر حتى يرى. هذا هو الأصل. لو أن قوما أخذوا بقول آخر وهو القول الذي يعتبر الحساب مطلقا، فحينئذ هذا قول واجتهاد معقول، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فإذا كان البلد الواحد سيقع فيه هذا التشويش، يجتمع الأئمة والمفتون وأهل الرأي ويحسمون المسألة بالتصويت، فإذا اختاروا جاءت أكثريتهم على مذهب معين يأخذون به، مثل احتساب درجات الدرجات الحسابية في وقت طلوع الفجر مثلا أو وقت غروب الشفق إلى آخره. إذا صوت جمهور الأئمة والمفتين على الأخذ بالحساب الفلكي فإن جميع الأفراد في هذه المدينة يتابعونهم على ذلك، وكذلك إذا صوتوا على عدم اعتبار الحساب والاقتصار على الرؤية فإن جميع أهل البلد يتابعونهم على ذلك. What if it's a split? 50 agree with calculation, 50 agree with moon sighting. What does the community or the average Muslim do? هو كله اتباع السنة. الذين يرون اتباع الحساب الفلكي أيضا يقولون نحن لم نخرج لنرى الهلال والأمطار وهذه تحول بيننا وبين رؤيته، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيام الدجال وقال فاقدروا له، فهو الذي أمرنا بالحساب في قوله فاقدروا له. فإذا كله سنة وكله اجتهادات مقبولة معقولة. طب ماذا يفعل الشخص المسلم إذا جاءت الأغلبية على اعتبار أحد القولين؟ نأخذ به أغلبية. إذا لم تأتي الأغلبية لم تحسم القضية بالتصويت، تحتاج إلى أن يقيموا بحثا أو أن يرجعوا إلى مفتي معين يحكمونه في الأمر. نعم، ولو من خارج البلد يفتيهم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير for your time. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير أجمعين، وحفظكم والسامعين والمشاهدين، وثبتكم أجمعين على الحق، ورزقنا وإياكم أجمعين معرفة الحق والعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين إيمانا راسخا ويقينا صادقا، وأن يوفقنا وإياكم أجمعين لخدمة هذا الدين العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.